طمأن مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور تشاسب الحجامي بأن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة، وأن بقاء الأمور على ما هي عليها الآن من حيث الالتزام بحظر التجوال سيؤدي إلى انحسار كورونا وانتهائه قريبا في جانب الكرخ، لكنه قال أن الحل الأول والأخير بيد المواطن. وقال الحجامي أن صحة الكرخ سجلت 6 حالات في الأيام الثمانية الأخيرة، وهذا مؤشر جيد جدا ويبعث على الارتياح إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه الآن والتزام الناس بحظر التجوال.